السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد المسمنة معمرة في الفران، كتجي هشيشة ومقرمشة وكتجي لذيذة بزاف. صراحة ما كنتش عوالا نصورها، ولكن قلت علاش لا نتقاسمها معكم حتى الاخر لحظة. صراحة عاد بديت كنصورها، مهم نفيدكم ولو نعطيكم فكرة ولا افكار انكم توجدوا شي حاجة بسيطة وحتى الاخر لحظة، وشي حاجة اللي داكشي اللي متوفر لعندكم ماشي بالضرورة تشريو شي حاجة من برا باش توجدوها. ان شاء الله كلشي غادي يكون عندكم في الدار اكيد، وحيت انا اليوم صايمة ان شاء الله لا يقبل، دونك غادي توجدوا معايا فطوري كاملين بيكم، ومن ضمنهم هاد البسمنة هادي كتجي زوينة بزاف. مهم نذكركم ما تنساوش الا كنت اول مرة كتزورو القناة ديالي خليو ليا لايك وكومونتير واشتركوا في القناة وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. خليكم معايا باش تتبعوا مراحل ديال التحضير ان شاء الله وبقية الفيديو. وكيف ما قلت لكم ان شاء الله غادي نحضر هاد المسمنه وغادي نعمرها بالخضيره هكا وبشويه ديال الشحمه. المهم اللي عنده بغى يدير الكفته بغى يدير ستار الدجاج اكيد العماره كتبقى اختياريه. بالنسبه للعجينه فهي العجينه ديال المسمن العاديه، ولكن زدت ليها الخميره يعني الطحين الفينو والملحه، عجنتها بالماء دافي ودرت ليها الخميره وخليتها باش تخمر، يعني دلكتها وخليتها تخمر. وبالنسبة للعمارة ان شاء الله ولا بالنسبة للحشوة فغادي نحتاج واحد البصيلة، غادي نحتاج واحد الفلفلة خضراء، فلفلة حمراء، واحد القريعة خضراء ولا كورجيت، وغادي نحتاج شي شوية ديال الشحمة. الشحمة كيف كتعرفوا راه واخا هكا كتعطي واحد اللدة زوينة وبنينة، وحنا ما كناكلوهاش دائما بالنسبة للناس اللي يقدروا يقولوا ماشي صحية وداكشي، بالعكس يعني شحال ديال العلماء ديال التغذية هضروا عليها وبأنها فيها شحال يعني ماشي إشكال إلا كليناها، وخصوصا مرة يعني حنا ماشي دائما كناكلو التومة. وعندي هنا واحد هكا غير شوية ديال القزبر ومعدنوس، عندي تومة، عندي العطرية ديال الكفتة هي اللي غادي تنسم ليا هاد الحشوة هادي، عندي الملحة والكامون. بالنسبة للبزار ولا الحار ولا السودانية ما درتهمش، لأن داك العطرية ديال الكفتة كيكون فيها كل شيء، يعني درجة فيها الحار وفيها البنة ديال الكفتة كتجي لذيذة بزاف. باش كنبغي ناخد الكفتة من عند الجزار كنقول ليه يعطيني شوية ديال العطرية، وهي اللي كنستعملها كتجي وحال فيها واحد المذاق خاص يعني بحال اللي مطيبين بالكفته. مهم غادي نحاول نطحن ان شاء الله هاد الخضره كامله اللي عندي في الروبو كيف ما كتشوفوا معايا. وبالنسبه للعطريه راني مازال زدت واحد المعلقه ديال الخرقوم ومعلقه صغيره ديال الموطاغ، طحنتهم غادي تشاهدوهم معايا ان شاء الله. غادي نطحن كل شيء في هاد الطحانه هادي، غادي ندير الشحمه الا كانت عندكم وبغيتوا تطحنوا حتى الصدر ديال الدجاج ولا الكفته مع هادشي كامل ماشي مشكل. غادي نقطع هادشي كامل ونديروه يتطحن ان شاء الله. كنحاول غير نقطعهم هكا طريفات صغار باش تهزهم ليا. غادي نضيف حتى هذاك القزبر ومعدنوس وهذيك راس ديال الثومه، وغادي نطحن كل شيء ان شاء الله، وغادي نردهم يتشحروا فوق البوطه مع شويه ديال الزيت، غير شويه ما نكثروش غير باش ما يتحرقش لينا، ونغطيوهم ونخليهم يطلقوا داك الماء ديالهم، يعني النار تكون من الاحسن مهيله. صافي كنشوفهم هكا بدات باش ما نخليهمش عاوتاني حتى يضحكوا بزاف، غير هكا بداو هو كيتشلضوا لينا. صافي نحبسوا الطحين. ها هي كيفاش كتولي. من بعد كيف قلت لكم غادي نديرها تشحر على نار مهيله وغادي نغطيها باش الخضره ديالي تطيب ليا مزيان. وكيف قلت لكم بالنسبه للعطريه فازت واحد المعلقه ديال الموطارد وشويه ديال الخرقوم. من بعد ما تشحرت ليا هكا الخضره ديالي زدت هذيك الموطارد وزدت هذيك العطريه، غادي نخليهم يتشحروا شي شويه وغادي نطفي عليها.
وبالنسبة للعجينة، من بعد ما خمرت ليا واحد ربع ساعة حتى 20 دقيقة، غادي ناخد واحد طبيصير فيه الزبدة والزيت، واحد طبيصير فيه السميدة، وغادي نحاول نشكل هذوك المسمنات ديالي. مهم بالطريقة المعتادة ديالي اللي كنت قلت لكم عليها شحال هذه، هي النيت اللي كنستعمل، راها كاينة في فيديو سابق، غادي نخليها لكم في صندوق الوصف لتحت ان شاء الله. دونك قسمت هذيك العجينة على جوج، وغادي نحاول نشكل هكا المسمن. انا الطريقة ديالي هي هذه اللي كنتو شفتوها معايا في الفيديو ديال الافطار اللي كانت حضراتو ماما، اللي كانت هذاك المسمن دارتو ماما، وقلت لكم نيت راه كندير نفس الطريقة، وكيجي رائع بزاف، وكيجي مرق، وكيجي مقرمش وكل شيء. انا هنا استعملت شويه ديال السميده البيضاء، غير حيت ما كانش عندي السميده العاديه، داك الشيء علاش، ولكن من الاحسن تستعملوا السميده الصفراء العاديه. كندير الزبده والزيت، كندير شويه ديال السميده، وكنحاول نسدها هكا. انا هذه قسمتها غير على جوج، حيت تقريبا تكون عندي شي نص كيلو ديال الدقيق، وغادي نخليها ترتاح. اي حاجه صايبتها غادي نخليها ترتاح بينما نصايب الاخرى. غادي نحاول نغطيها بشي بلاستيك غذائي هكا باش تخمر ليا دغيا، ولا باش ترتاح دغيا، ما تبقاش معرضه للهواء، لان الهواء كيزيد ياخر العمليه ديال الراحه ديال العجينه. انا غادي نعاود معكم الطريقه هنايا، كنظن بانها ما كانتش واضحه في الاول. كيف قلت لكم كنحاول نديرها تقريبا على شكل مستطيل دائري. كندير لها الزبده والزيت وشويه ديال السميده، وكنطويها على جوج، وكنحاول نسدها غير بصبيعاتي بحال هكا، ونخليها ترتاح. ومن بعد ما تشحرت ليا ديك الحشوه ديالي ومن حدها مازال سخونه تقريبا، كنقطع واحد جوج فريميجات بحال هكا وكنضيفهم. الى عندكم الفورماج الاحمر تقدروا تستعملوه، المهم دائما سيروا الحاجه السهله باش ما تعكزوش. ماشي بالضروره يكون متوفر عندكم شي اشياء باش ديروها، ولا باش ديروا شي حاجه بحال هكا تشهيتوها. انا دائما عندي هذه الفكره، الى تشهيتي حاجه كنديرها بداكشي اللي موجود، وكنخرجها. المهم جاتني في بالي، كان عندي صدر ديال، يعني حتى الاخير لحظه عاد تفكرت، والصدر ديال الدجاج عندي مكونجلي، الدجاج ما يذوبوا ليا. ايوا بنت ليا الشحمه وانا نديرها، وقلت نيت شحال هذه ما درتهاش، ونيت كنت جربتها سابقا وجاتني زوين بزاف. المهم من بعد ما درت هذاك الفورماج في داك الحشوه، غادي نخليها حتى تبرد. وتشهيت الطنجال المقلي هكا في شويه ديال الزيت، غادي نخليت نفس المقله، درت فيها غير شي شويه ديال الزيت صراحه، ماشي بزاف باش ما يشربش، راكم نتوما عارفين الدنجال اصلا كيشرب الزيت بزاف. وصراحه ما نكذبش عليكم، غير تشهيت وصافي حيت ما قديتش ناكلو من بعد. المهم درت شي شويه ديال الملح وغادي نقليه، وحتى هاد ما طيشه قلت زعما نقليها الساعه، ما صافي ما بغيتش نكثر، قلت صافي غادي ناكلها غير هكاك، يعني واخا قطعتها كنت عواله هنا باش نقليها، ولكن صافي درت بناقص من الاحسن. وبالنسبه لدوك عفوا بالنسبه لهذوك المليويات هكا ملي كيرتاحوا لينا، كنحاول نخدمهم بهذه الطريقه هذه كيف كتشوفوا. ودائما العجينه المهم تكون مدلوكه مزيان، وقد ما ارتاحت لينا مزيان قد ما كتسهل علينا اننا نخدموا بها. بالاستعانه بالزيت وبالزبده كنحاول نورقها شويه بحال هكا، وندردر عليها شويه ديال السميده ونلويها. هذه هي الطريقه المعتمده ديالي، والحمد لله ديما كيجي ناجح 100%. جربوها وردوا عليا الاخبار. واللي زوين في هذه الطريقه هو انني مثلا من وحده نقدر نخرج من 3 حتى ل 4 المسمنات في دقه واحده، يعني كتختصر عليك الجهد من بعد ما طويتها، حيت انا دابا غادي نديرهم معمرين في الفرن، وغادي نحتاجهم شي شويه يكونوا كبار، غادي نقطعها على جوج. ولكن هذه مثلا الا كنت غادي ندير المسمن العادي فغادي نقطعها على 3.
كنحاول نبرك عليهم هكا مزيان باش ياخذوا لا فورم ديالهم، ومازال خاصها تزيد ترتاح. واخا غادي ندير لهم هكا مازال خاصها تزيد ترتاح، هما قد ما ارتاحوا قد ما كيطلقوا لنا مزيان. دونك هاد الجويجه تنخليهم يرتاحوا، غادي نعاود ندير الاخرين بنفس الطريقه. يعني ماشي تسمعوا نخليهم يرتاحوا يعني مده طويله، فقط من 5 حتى 10 ديال الدقائق، غير من الاحسن نغطيوهم باش يبقاو محافظين لينا على الطراوات ديالهم ما ينشفوش لينا. ها هما دابا خديت الملويه الاولى، غادي نبدا نقرصها بهذه الطريقه هذه، يعني الطريقه العاديه ديال المسمن. هذه هي اللي غادي نعمرهم وغادي نديرهم في الفران، ومن الاحسن طوالي ندخل الفران حتى هي تكون سخونه باش ما يتعطلوش لينا في الطياب بزاف وما يبسوش لينا. ودائما كنحاول نورق بالزبده والزيت باش ما يجيناش هذاك الشيء ناشف بزاف ويجيونا معجنين. غادي ناخذ نص ديال ديك العمار اللي درت، ها هما الطريفات ديال الفرماج مازال غادي يذوبوا لينا في الفران، ومن الافضل يبقاو هكا، يعني كيجيو زوينين حتى في المذاق واللذة ديالهم كتجي لذيذة بزاف وكتجي رائعه. وكيف كتشوفوا راه الشحمه طحنت مزيان وتقريبا ذابت. وغادي نحاول عاوتاني نقرص الملويه الثانيه باش نديرها فوق منها. كيف قلت لكم مهم طريقه بسيطه اللي تقدروا ديروها، اللي تقدروا ديروها يعني بداكشي اللي متوفر لعندكم، ماشي بالضروره حتى تكون شي حاجه باش نديروه. وديال الفران كيجي سهل من ديال المقله لانه كيطيب دقه واحده، يعني غادي ديري مثلا وحده كبيره صافي غادي تخليها تطيب، وصحيا نيت كتجي لذيذه وزوينه في الفران، كتجي مقرمشه لانها كندهنوها بداك الزبده وداك الشيء كتجي لذيذه. المهم من بعد ما درت فوق منها الاخرى كنحاول نبرك هكا بصبيعاتي شويه باش ما تحلش لينا، ونبدا نهز داك من التحتانيه ونعاودها هكا بهذه الطريقه الفوق، يعني بحال اللي كان صايب شي عقده ولا شي حاجه ما عرفتش كيفاش غادي نوصف لكم، المهم ان الصوره كتشرح. غادي نحاول نزيد نقرصها شويه بيديا ونحطها في المقله اللي غادي تدخل الفران، ما نقرصوهاش بزاف غير شي شويه مهم وصافي باش ما تبقاش نغليضه بحال هكاك. غادي ندهن داك المقلب شويه ديال الزبده ونحط فيها هاد الملويه هادي المعمره، وندهنوها بعدا حتى هي بالزبده والزيت من الفوق، وندخلوها طيب من التحت وعاد من الفوق عاوتاني، ونتقبوها شويه بالموس باش ما تهربش لينا هذيك العجينه الفوقانيه على العمار على الحشوه ديالنا باش ما تجلدش. صافي غادي نحاول نقادها في المقيله وندخلها طيب في الفران. وهذوك الثانيين حتى هما درت لهم نفس الطريقه، يعني درت هكا نفس الطريقه، غادي نعمرهم وندخلهم الفران. انا غادي نعاود الطريقه باش اللي ما شافهاش ولا ما بانتش ليه واضحه في الاول تبان ليه واضحه مزيان. دابا كناخذ جوج مسمنات كنقرصهم، وحده كنعمرها وحده كنديرها من الفوق، كنحاول نسد بصبيعتي هي الاول بحال هكا، وعاد نبدا نطويهم ولا نبدا بحال اللي كنعقدهم ولا بحال اللي كندير مهم واحد الديكور، ونهز التحتانيه ونحاول نديرها هي اللي من الفوقانيه باش ما تخرجش لينا الحشوه. وحتى هي غادي نزيدو نقرصوها مزيان وندهنوها بالزيت وبالزبده بطبيعه الحال. هي حتى باش كتقلبوها يعني راه كتبقى محافظه على الشكل ديالها،
حتى هي نديروها في الطاوله اللي غندخلوها الفران ونخليوها تطيب. كيف قلت لكم من الاحسن تقبوها هكا باش ما تهربش لينا داك العجينه على الحشوه. وديما ندهنوا الطاوله اللي غنحط وهي هذه المسمنه الاولى من بعد ما كطيب. كيف ما كتشوف كتجي محمره وكتجي مقرمشه كتجي زوينه بزاف في المنظر وفي المذاق. غادي نقطعها لكم باش تشوفوها كيفاش كتجي حتى من الداخل. وبامكانكم يعني ديروها هكا بلا حتى شي عماره بلا حتى شي حاجه، غير ديروا ملويه وتخليوها تخمر. هذه الا بغيتوا ديروها بوحديتها ملي تقرصوها وديروها في داك المقيله ولا في داك الطاوله اللي غتدخلوا الفران تخليوها تخمر مزيان عاد باش تدخلوها للفران. انا اختاريت انني حتى هي نعمرها، مهم باقا سخونه بزاف غير حيت قرب يأذن هذاك الشيء علاش زربتي شويه. غادي نحاول نوريكم شي طريف من الداخل كيفاش كتجي مع داك المذاق ديال داك شويه الشحمه ومع المذاق ديال داك العطريه ديال الكبسه. صراحه كتجي لذيذه بزاف وصحيه وميم طون. ها هي كيفاش كتجي من الداخل. ودابا المغرب كيأذن غادي نمشي باش نفطر ان شاء الله. مهم حيت غير انا بوحديتي اللي صايمه داكشي علاش درت غير فطور هكا عادي. مهم الماء لابد منو حيت شحفت بزاف الله يتقبل والحمد لله. هذاك الدنجال هذاك مطيشه قطعتها درت فيه ديال الخيار. مهم ناكلو شويه عاوتاني شي حاجه صحيه. البيض مسلوق وخديت شويه من الكيكه ديال هارون شويه ديال التمر شويه ديال اللوز. كيف كتعرفوا انا في اشهر ديالي الاخيره من الحم داكشي علاش ما كنبغيش ناكل المقليات وداكشي بزاف. يعني في الاخير الدنجال ما كليتوش صافي ما قدرتش ناكلو. وها هي المسمنه ديالنا اللي عليها كلشي ودرت غير حليبه غادي نشربها ما بغيتش نشرب اتاي. وبصحه حتى نتوما فطوركم اللي صامت الله يتقبل ليها ان شاء الله. والله بلغنا رمضان ان شاء الله في احسن الاحوال. ونعاود نذكركم باش ما تنساوش الاشتراك في القناه والبارطاج مع العائله والاحباب. يلا وصلوا هاد لا فيديو الاعلى ولا الاكثر عدد من اللايكات. نتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله على القناه ديالي سمية سومة. الى اللقاء.